العامري، وينضم إلينا كذلك من بروكسل مفادنا سلطان البادي لنتابع معك أيضا كل المستجدات. ولكن سأبدأ بداية معك سيف الدين. نعم، ميدانيا هنا طبعا اللاجئين الأوكرانيين يستمرون في التوافد على الحدود الرومانية الأوكرانية. طبعا أمس رأينا زيارة لرئيس رومانيا إلى المعبر الحدودي سيرات شمال شرقية رومانيا لتفقد الأوضاع هناك، وشكر المتطوعين والسلطات هناك، ولكنه أكد على أن رومانيا ليست معنية بالصراع الدائر الآن في أوكرانيا على المستوى العسكري طبعا، وقد حصر دور بلاده فقط على مساعدة اللاجئين واستقبالهم، قائلا إن رومانيا لن ترفض أي حامل للجنسية الأوكرانية من دخول رومانيا. طبعا يذكر الرئيس الروماني بأن بلاده منضبطة لموقف الناتو أو حلف شمال الأطلسي. طبعا هذا على المستوى السياسي. على المستوى الإنساني في الحقيقة هناك صعوبات ميدانية تشهدها السلطات هنا والمعنية باستقبال اللاجئين. مراكز الإيواء المتنقلة على المعابر الحدودية هنا في تولشيا إساتشيا، البوابة الحدودية على نهر دانوب الذي ورائي الآن، يعني هذه المراكز الإيواء يعني تقريب تحمل الآن أضعاف طاقتها، طاقة استيعابها. يعني مثلا في إيساتشيا هناك مأوى للاجئين يسع 134 شخص، فيه الآن تقريبا ما يقرب 300 شخص. يعني هناك تقريبا أزمة في كيفية توزيع هؤلاء، لأن الوضع في الداخل الأوكراني قد تمكن الأوكرانيون والروس من التفاهم حول ممرات آمنة لعبور اللاجئين والمدنيين، خاصة في أوديسا التي لا تبعد سوى 500 كيلومتر على طول الشريط الساحلي للبحر الأسود، والذي يحاذي رومانيا من جهة نهر الدانوب، مصب نهر الدانوب في البحر الأسود. تلك الممرات الإنسانية تعج الآن باللاجئين نحو الحدود الرومانية والمولدافية أيضا، كلهم يتجهون غربا وشمالا إلى بولندا أيضا. الأمر أصبح صعبا نوعا ما على السلطات الرومانية هنا، وبالتالي السلطات في حالة استنفار وتستدعي كل من له طاقة للتطوع من أجل استقبال اللاجئين وتنظيم صفوفهم. سيف، دعنا ننتقل إلى الحدود البولندية الأوكرانية، حيث ينضم إلينا في هذه الأثناء مفادنا أشرف سعد أيضا، ونتابع إن كان المشهد لديك أشرف يعني يشبه إلى حد ما وصفه لنا سيف الدين. بالتأكيد التدفق الكبير للاجئين يفوق قدرة السلطات المحلية هنا، وتحتاج إلى دعم كبير من الحكومة المركزية. شاهدنا عدد كبير من سيارات الجيش في طريقها إلى الحدود محملة بالجنود للمساعدة في دخول وتسهيل تيسير عمليات دخول اللاجئين إلى الأراضي البولندية. الأخبار الجيدة تأتي من الحكومة البولندية التي أعلنت أنها تدرس حاليا تعديل قانون العمل لديها للسماح لهؤلاء اللاجئين بالعمل والالتحاق بالمدارس والحصول على الرعاية الطبية. بالطبع بموجب القانون الحالي فإن اللاجئين الأوكرانيين لابد أن يحصلوا على تأشيرة عمل من البعثات الدبلوماسية البولندية في أوكرانيا قبل المجيء إلى البلاد، ولكن نظرا للظروف الحالية سيتم تعديل القانون بما يكفل لهؤلاء اللاجئين الالتحاق بالعمل في وظائف أو الحاق أولادهم بالمدارس أو الحصول على رعاية طبية ومساعدات من الحكومة. بالطبع القانون أيضا يحظر على من يتقدم للحصول على صفة لاجئ العمل لمدة 6 أشهر في بولندا، ولكن ذلك أيضا لابد أن يتغير لكي يسمح لهؤلاء اللاجئين بالاندماج سريعا في المجتمع والتغلب على الظروف الصعبة التي يعانون منها. الحصول على مسكن مناسب والحاق أولادهم بالمدارس، كل ذلك من الأمور الجوهرية التي لابد من التعامل معها بسرعة. لابد أن نشير إلى أن بولندا لم تقم معسكرات إيواء للاجئين، إما أن يقيموا في منازل أسرهم الموجودين هنا أصلا في بولندا، أو يقيمون في منازل الأسر البولندية التي عرضت وبشكل كبير للغاية منازلها لاستضافة هؤلاء اللاجئين.
الأعداد ما زالت تتدفق، والعدد الكبير من اللاجئين يعبر معبر ميديكا، ولكن هناك 8 معابر، والسلطات البولندية تسير قطارات للإسراع في إجلاء هؤلاء اللاجئين من الحدود إلى داخل المدن البولندية. إلى بروكسل معك سلطان البادي مفادنا، ونتابع معك طبعا آخر أبرز المواقف على المستوى الأوروبي، وتحديدا من حلف الناتو الذي أكد في آخر المواقف بأن الأمور ستسوء، ولكن طبعا أكد دعمه التام لدول الحلف ولأوكرانيا. نعم، الأجواء الباردة في أوروبا تسخن مع تصاعد الأحداث، ويعني الأحداث خلال 8 أيام من خلال الأزمة الأوكرانية هنا في بروكسل حيث يقع مقر حلف الناتو ومقر الاتحاد الأوروبي. لا زالت هناك فقط الأعمال والإجراءات من داخل القاعات فقط يعني تحسب لأي تصعيد يعني من الأزمة الأوكرانية، ولا تصل إلى حدود أوروبا وحدود دول حلف الناتو. حلف الناتو كما أعلن مسبقا بأنه لا يرغب بأن تصبح هذه الحرب حربا شاملة على أوروبا، وأن لا تتدخل في يعني بعدم دخول هذه الحرب إلى دول حلف الناتو، وأن تبقى فقط كيعني حلف دفاعي عن دول الأعضاء 30 ضمن حلف الناتو. وهذا ما أعلن عنه يعني الأمين العام لحلف الشمال الأطلسي خلال يعني المجريات السابقة والمؤتمرات السابقة، وخلال لقائه كذلك مع وزير الخارجية الأمريكي قبل يومين. وهناك كذلك استياء من الجانب الأوكراني كما كنا نتابع حتى يوم أمس من وزير الخارجية الأوكراني بأن عدم رغبة حلف الناتو في فرض حظر جوي على يعني سماء أوكرانيا هو من يزيد هذا التصعيد ويعني زيادة الحالات الإنسانية والقصف الروسي على أوكرانيا. هذا من جانب حلف الناتو. أما على صعيد الاتحاد الأوروبي، يوم البارحة كانت هناك زيارة للمفوضية الأوروبية فوندرلين إلى مدريد للقاء وزير رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز يعني بحث الدعم وسبل التعزيز الموقف الأوروبي جراء هذه الأزمة الأوكرانية. وهناك كانت تبحث كذلك عن الدعم الأسباني لموارد الطاقة والغاز لتعزيز يعني خسارة أوروبا الغاز الروسي خلال هذه الأزمة، وبحث سبل يعني في يعني تصعيد وبحث عن موارد طاقة جديدة وبديلة للأزمة أزمة الطاقة جراء هذه الأزمة الأوكرانية. أيضا يعني كان هناك يعني بيان من المفوضية الأوروبية بأنها تدعم بقيمة 500 مليون يورو المساعدات الإنسانية مقدمة من الاتحاد الأوروبي للدول التي تستضيف اللاجئين الأوكرانيين خلال 8 أيام السابقة، وممكن أن تتزايد هذه الأعداد في الأيام القادمة. هي تقدم الآن المساعدات والحزمة المساعدات الأولى كما أعلنت عنها المفوضية الأوروبية بأنها ستكون هي 500 مليون يورو، وكذلك سيكون هناك يعني بند الإقامة المؤقتة مقدم للاجئين الأوكرانيين الذي يوفر لهم استخدام موارد الصحة والمستشفيات وكذلك التعليم وأيضا العمل في دول الاتحاد الأوروبي. إذن هذه الإقامة المؤقتة تقدمها اليوم دول الاتحاد الأوروبي لمدة عام كامل لكافة النازحين من أوكرانيا، وتقدمها بشكل يعني مؤقت، وممكن أن تتزايد هذه يعني الفترة وكذلك المساعدات في الأيام القادمة. جزيل الشكر لشبكة مراسلي سكاي نيوز عربي.